الحمد لله، يعني نتمنى التوفيق لجميع المغاربه ان شاء الله الرحمن الرحيم. والاستقرار ديال بعض اللي سمعت انا في الناس اللي خرجوا، يعني واحد الماده ديال البروبابيليتي الا جات شويه قاصحه اللي يعني اللي تشعت هنا في العموم، لان كيقولوا بانهم خدموا بزاف ديال الامتحانات اللي قبل، يعني ما طاحوش بحال هذا بهذه الطريقه باش تحط هذا الامتحان هذا. والعموم كيقولوا راه المعدل كاين، هادشي اللي كاين وتما التوفيق. اغلبيه ديال الشباب كيعتمدوا عليه. انت كوالي امرك كيفاش كيجيك الظاهره ديال الغش؟ يعني راه منذ القدم راه ماشي غير التلاميذ، حتى كنلقى على مستوى المفتشين ولا اللي كيبغي يرتقي، وراه انا في اخباري بان تما كاين شويه ديال الغش. غير هو خصو يتضبط، غير يتقلل له السلام، هو ما عمره غيتحيد الا ما كيجتهدوا. فواخا ما تطورت الدوله باش تحجم من الغش، الا كتهضر طرق اخرى يعني فهمتيني صعيب انها ممكن كتضيق الدائره ديال ضيق الدائره ديال الغش والسلام. شنو الرسالة اللي بغيت توجهها للشباب اللي معتمدين عليه؟ شنو الرسالة؟ وهذا يعني هذه مسألة، هذا الغش الانسان يعتمد فيه، يعني كتبقى في المسائل ديال التربية. كيفاش انسان واحد المواطن صالح هو طالع بالغش، كيفاش غادي إلا ما صححش المسار ديالو مثلا في الجامعة أو مع يدخل وصح المسار ديالو الخلقي الأخلاقي يعني وفي العملي، راه يقدر يمشي. إلا بقى في الغش راه يعطينا واحد المواطن ولا واحد الموظف ولا واحد الطبيب ولا واحد كما كنشوفوا دابا هنا المسائل هذوك اللي كيغشوا في الخدمه ديالهم وكيغشوا في المهن ديالهم. وداك الشيء راه ما نظنش كانوا يعني ما كيغشوش في يعني في الحياه الدراسيه ديالهم. كنشوفك انت انك انت وليدات دوزوا واقفه في الباب براسك. ولدي راه حنا طبنا في بلاصه وليداتنا، وداك الشيء اللي حطوا ليهم راه مجهد عليهم بزاف، واخا يكونوا فاشنا حنا دايرين لهم سانتر دايرين لهم بزاف، واني هما ما كانوش موقعين هذا الشيء غيتحط ليهم، وتنطلبوا ليهم النجاح ويعطفوا عليهم القلوب. راه هاد الوليدات راه تمحنا حنا بلاصتهم، حنا تمحنا بلاصتهم، ما تناكلوا ما تنعسوا، وتنطلبوا ليهم ربي هو يفرج عليهم، حيت هاد الشيء راه بزاف. ما كاينش اللي ما تيخرج ما تيكونش، راه ربي اللي عان به، اللي تيخرج تيبكي، حتى واحد ما خارج ضحك. كتشوف انا سمعتهم قالوا الاسئله صعاب، انت كيفاش كتشوف؟ صعاب اللي انا ولادي كل شيء تيقول يا ماما صعاب، ما تيديروش معاهم شي شويه ديال المروه. خص بنادم تيحس بهم، تا هما مساكن راه باغين المستقبل ديالهم، باغين عاد يديروا هاد الدرجه هاد الدريجه هادي، بغاو مساكن ينقزوها يشوفوا من حالتهم. والله يجعل ربي هو يوقف معاهم ويوقف مع وليدات المسلمين اجمعين. وليدي هادشي اللي تنقول. واخا شريف واحد الدائره ولات دابا كثيره ديال الغش في الامتحان، كيفاش كتقول بين الوليدات انت لا كيعتمدوا على لا قال لك اللي قال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي غشنا ليس منا، بنادم يوقف على صح وها هو غش وغيطلع خاوي، خصو يطلع على 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 اساس الحيط البني لبنيتي وما درتيليش السواري كيفاش غيطلع؟ لا انا الغش ماشي معاهم، ان اللي غش راه يغش على راسو وليدي. الله يسهل عليهم الله يعاونهم. لا الله يهديهم، يحاولوا يركزوا ويجلسوا، حيت هذا الشيء راه ماشي تفليه، راه خصهم يكونوا نيت معقولين، وتنطلب لهم الهدايه الله يهديهم ويخويو راسهم داكشي ويجبدوا الصح باش يطلعوا على اساس.